هلو يا حلوين، الروتين بتاعي بدأ من امبارح بالليل وهينزل النهارده الصبح عادي. فكل اللي هيبقى النهارده ده لسه طازه حالا 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 دلوقتي. تعالى نبدأ كده الفيديو. الخير يا جماعه، انا لسه صاحي حالا. اول حاجه هعملها ان انا هفطر سندوتش جبنه عادي وطماطمايه، وهاخد الفيتامين المفروض اخده بعد الفطار، وفي هنا برضو عصير. تمام، ده كده الفطار بتاعي. بحاول اكل صحي على قد ما اقدر، وفي فيديو قريب هطلع اكلمكم يعني عن شويه تغيرات حصلت لي في حياتي. انتظروا الفيديو ده هيعجبكم جدا جدا، وانا متاكده ان هو هيعجبكم. تعالوا نكمل الفلوج بتاعنا ونشوف هنعمل ايه تاني يا بنات. كان بقالي بتاع يومين تلاتة كده ما برطبش ايدي، رطبت ايدي بكريم سلك ده من اورفليم. الكريم ده حلو جدا 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 في الترطيب، بجد بيفرق 180 درجة. عامة بيبقى مهم جدا ان انت ترطبي ايدك، ومع ترطيب الايد تيجي عند الحتت بتاعه ضوافرك تقومي مرطباها كويس جدا. ده برضه بيفرق جدا في قوة الضوفر، بيفرق في ان انت مثلا ضوافرك ما تكونش عارفين اللي هو تحس انها ملهاش لون، تحس لونها شفافة كده فبتبقى هشة اكتر. انا على طول العملية بتاعت ترطيب ايدي يليها على طول عملية ترطيب الاظافر بالسيرم اللي انا عاملاه. السيرم ده اكتر من روعة، ده فظيع بصراحة. السيرم ده انا عاملاه بنفسي، كلمتكم عنه كتير جدا وعملته معاكم كتير جدا، بس انا هقوله تاني للي ما شافش اي فيديو من الفيديوهات القديمة بتاعتي. اوكي، ده هتجيبي زيت زيتون وهتجيبي زيت ليمون وبيختلطوا ببعض، وبتبدأي تحطيهم في عبوة فاضية زي كده وتحطي منه كل يوم. هتشوفي النتيجة بتاعته خلال من اسبوع لاسبوعين، هتشوفي ضوافرك بتطول بطريقة رهيبة. ايا كان اللي انت بتعمليه ضوافرك هتطول لو بتحطي منه كل يوم، حتى لو بتغسلي مواعين. انا متجوزة وبغسل مواعين عادي والدنيا معايا ماشية وبحط منه كل يوم. اهم حاجة تحمي ضوافرك بعد ما تغسلي المواعين بيه، تحطيها على طول كده عشان الضفر بيبقى ضعيف جدا من المية. وتحاولي ان انت تغسلي المواعين كلها مرة واحدة، يعني مش كل شوية تعرضي ايدك للمية، حاولي تكومي كده المواعين كلها وتغسليها على مرة واحدة. هو ده يعني اللي انا بعمله، برضو بغسلهم في اليوم مرة واحدة، بحاول كده اكومهم كلهم عادي، بضحي مرة كده. شرب المية طبعا مهم جدا 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 في الشتاء اكتر من الصيف، لان احنا كلنا على بعضنا كده بنجف، بس الواحد بيبقى من الصعب جدا ان هو يشرب مية حقيقي. فانا بحاول على قد ما اقدر اشرب مية، بحاول معرفش بصراحة. يعني عايزة اقول لكم ان انا الايام دي لما بشربش مية يا ضغطي بيعلى يا ضغطي بيوطى، وغلط ان انا ما اشربش مية، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اشرب مية. تمام، مش عارفة اعمل ايه يعني، كل ده انا من الصبح مش عارفة اكمل حتى الازازة دي. عارفة انه خطر وعارفة انه كل حاجة، بس انا مش عارفة اعمل ايه حقيقة يا جماعة. فبخلي ازازة المية كده جنبي لحد بصوروز عايزة تنام، بتبص لي وانا بصور، بص اعمل نفسها من بنها كده، بقى بعمل نفسي اللي هو ايه عطشانة واخدع جسمي. ايه ده، لا انا عطشانة اشرب كتير وكده يعني، بس الموضوع اصعب مما ممكن حد يتوقعه يعني، فاهمين؟ بس يعني احنا بنحاول كده مع كل وجبة، حاول اشرب كمية مية كتيرة كده، تكون كمية مية محترمة. الحمد لله على كل حاجة يعني. ده كده حاجة. عايز اقول لكم بقى حاجة، بصوا لسه اكلة بسكوت من البسكوت بتاعي دي، ماما تيجي تنفخني. المهم عايز اقول لكم تعالوا على الانستجرام، هسيب لكم الانستجرام بتاعي في الديسكريبشن بوكس، بنزل فيه اليوميات بتاعتي يعني التفاصيل اللي انا بعيشها كل يوم. حابه جدا ان انتوا تشاركوني، فروحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام، وعايزاكم كمان تشجعوني شويه كده يعني. وحابين اعمل لكم فيديوز عن ايه الفتره الجايه ان شاء الله، هظهر لكم بوشي اخيرا. والله العظيم ببقى تعبانه عشان كده بعمل لكم الفيديوز اللي هي من غير وش دي، بس ان شاء الله يعني في منتجات خلصتها كتير هكلمكم عنها، في مفضلات السنه برضه هكلمكم عنها، في حاجات كتير جدا حلوه الايام الجايه، فشجعوني بقى عشان انزل لكم كل ده. اتكلم عن المكان ده بصراحه يعني، اسمه قصر عابدين. تمام، ده بيبيع كحك وبتفور وبسكوت وكده. الكحك بتاعه عظمة يا جماعه، الكحك بتاعه قمر. انا مش عارفه العنوان بتاعه، اهو العنوان بتاعه يعني، احنا خلصناه عامه يعني.
ده العنوان بتاعه، خدوه سكرين شوت وهاتوا من عنده لو انتوا في اسكندرية. حلو جدا والله العظيم، واقتصادي قوي قوي، فعجبني جدا. يا خلاص الكرتونة راح ارميها انا يعني. بقى بصوا بقى المناديل بتاعتي، والله ما بعرفش استغنى عنها مهما رحت وجيت وعملت وسويت وخليت، ما بعرفش استغنى عن المناديل في حياتي عامة. يا جماعة المناديل دي هي تقريبا اللي انا يعني معتمدة عليها كليا في بشرتي. انا حاليا بشرتي مليانة حبوب، مليانة دهون كتير فوق ما ممكن اي حد يتخيل. تعبانه جدا جدا، كل اللي معايا من السكين كير مش مناسب بشرتي، لانه كنت جايباهم قبل الجواز. هو كلهم حلوين وكل حاجه، بس انا عايزه حاجات متخصصه للبشره الدهنيه. فمعايا حاجات كاليو، معايا غسول صوب اند جلوري، ومعايا حاجات كتير جدا، والحاجات دي والله غاليه، ولكن مش مناسبه مع البشره الدهنيه، وبالذات في الفتره اللي انا فيها لما زادت الدهون، فما بقاش اي روتين جاي معايا. عايزة روتين البشرة الدهنية يكون شديد شوية. فالفترة الجاية اي حاجة هتخلص مني هشتري حاجات للبشرة الدهنية فقط لا غير. الموضوع معايا بقى صعب جدا جدا، وهفهمكوا برضو كل حاجة ليه. ان شاء الله كده هدور على عرض اجيب فيه غسول ومع كريم مرطب ولا حاجة، وناقصني برضو اسيتون. يعني انا حاليا بجيب الحاجات اللي ناقصاني، انا عندي مناديل وكل حاجه، بس هي ماما دي جابتهولي قالت لي خليه معاك يعني وكده. هتدور بقى الحاجات اللي ناقصاني والحاجات اللي عايزه اغيرها في الروتين بتاعي، وابدا ان انا اغير حاجات كتير. المشكله ان انا كنت جايبه حاجات، يعني مثلا معايا تونر ايفا، معايا ستوك منه التونر كامل لسه موجود معايا كامل في البيت، معايا حاجات كتير جدا ستوك منها فمكملة معايا، فعشان كده مش عارفة اغير، وبقول الحاجات دي لازم استخدمها، حرام انها تترمى. فانا بحاول ان انا اخلص كل حاجة الايام دي عشان اشتري برودكت جديدة اجربها، وفي نفس الوقت يعني تكون مناسبة معايا اكتر من البرودكت دي. فاهمين قصدي؟ هي دي الفكرة. بس يعني مثلا عندنا كيليو، انا عملت لكم ريفيو عن المنتجات ذات نفسها، كويس جدا، بيرطب البشرة حلوة قوي، يعني في فيتامينز كويس قوي، فري سيليكون وفري بارابين، كل ده حلو على عيني وعلى راسي صدقوني. ولكن هو قوامه تقيل بالنسبة لبشرتي، بيرطب وكل حاجة، بس بحس بشرتي بعديها عمالة تلمع برضو، اللي هو بشرتي بتلمع، ما طفاش اللمع، ما عملش اي حاجة، حجمه حلو قوي، قاعد معايا دلوقتي من ساعه جوازي بستخدمه هلكاه، ولسه ما خلصش، يعني اعتقد انا خلصت النص بس، وحلو قوي ان الاكسباير بتاعه لسه كميته كبيره قوي، وهيقعد معاك. ومعايا برضو كريم النهار بتاعه، ومعايا الاي كريم بتاعه. الاي كريم بتاعه سيء، اسوأ اي كريم شفته في حياتي من كاليو الحقيقه. فعشان كده بقول لكم عايزه اغير الروتين بتاعي من اول وجديد وكده، واجيب حاجات تكون مناسبة اكتر لنوع بشرتي. فاهمين قصدي؟ هي دي الفكرة يعني.